الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل في العناوين. 7 أيار بإذن الله حيكون يوم مجيد لتكريس الاعتدال بالبلد. أحمد الحريري من إقليم الخروب، تيار المستقبل سيخوض الانتخابات وعينه على الاستقرار. معركة عفرين تدخل أسبوعها الثاني، وتركيا تطالب واشنطن بالانسحاب فورا من منبج. نحن إجابتنا ومشاركتنا في العملية السياسية تجعلنا نتواجد في كل مكان. المعارضة السورية لن نشارك في سوتشي ومستعدون لمواصلة الحوار مع موسكو. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة، الهومنتمن اللبناني يفشل في إحراز لقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة. أهلا بكم. في إطار الجولات التي يقوم بها في عدد من المناطق اللبنانية، زار الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إقليم الخروب مشددا على أن التيار سيخوض الانتخابات النيابية وعينه على تثبيت الاستقرار في لبنان. وأضاف أن 7 أيار المقبل، والذي يصادف موعد إعلان النتائج، سيكون يوما مجيدا للاعتدال. بعد أن صادف موعد صدور نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في 7 أيار، فليكن هذا اليوم يوما مجيدا لتكريس الاعتدال في البلد. الكلام للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري خلال جولة تفقدية قام بها في منطقة إقليم الخروب، رافقه فيها النائب محمد الحجار. الجولة استهلها الحريري من منطقة الدبية، حيث شارك في الفطور الصباحي الذي أقامته مصلحة المرأة في منسقية جبل لبنان الجنوبي في تيار المستقبل. انتخابات مثاقبة تطلع يمكن إن شاء الله نتائجها الأولية ب7 أيار. أنتوا اللي قاعدين هون وبكل لبنان، خلينا نعلن انه 7 أيار باذن الله حيكون يوم مجيد لتكريس الاعتدال بالبلد. حيكون يوم مجيد ليرجع تيار المستقبل، تيار رفيق الحريري، تيار الوطني، تيار عابر للطوائف، تيار نرفع راسنا فيه ومنقتدي فيه وبدنا نضلنا ماشيين معه للاخر. ومن الدبي انتقل الحريري إلى بلدة المطلة، حيث زار رئيس بلديتها إرنست عيد في منزله، وعقد لقاء مع عدد من أهالي البلدة، مؤكدا أمامهم أن الرئيس سعد الحريري عاد لأنه حاجة دولية وإقليمية ومحلية لتثبيت الاستقرار والاعتدال في البلاد. هنقول هذا الاستحقاق من انطلاق تثبيت الاستقرار بالبلد، من انطلاق تيار المستقبل تيار عابر لكل الطوائف، من انطلاق انه كتلة تيار المستقبل المقبلة هتكون كتلة منوعة مش كتلة فئوية. وإلى بسيبة توجه أحمد الحريري والتقى مع رئيس بلديتها مايز مشموشي والأعضاء ومختار البلدة، واستمع منهم إلى شرح عن أوضاع وهموم ومطالب البلدة وحاجاتها في الوزارات والإدارات، ثم انتقل إلى بلدة عنوت، حيث لبى دعوة عضو مكتب منسقية جبل لبنان الجنوبي إيهاب عمار إلى مأدبة غداء تكريمية أقامها على شرفه في دارته بحضور نائب رئيس تيار المستقبل النقيب سمير ضومت، قبل أن يتوجه إلى بلدة شحيم، حيث زار رئيس البلدية السفير زيدان الصغير في دارته. وفي كلمة ألقاها ذكر الحريري بأن الحريرية السياسية هي من أنهت الحرب الأهلية، وأضاف: مشروعنا يموت في اللحظة التي يصبح فيها غيرنا مثلنا الأعلى، فحزب الله لن يكون في يوم من الأيام مثلنا، لأن ما يميزنا في هذا البلد هو مشروعنا الوطني غير الفئوي الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإلى برج انتقل أمين عام تيار المستقبل مختتما جولته، حيث بحث في المشاريع الإنمائية مع رئيس البلدية نشأة حمية وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير.
وفي ظل الحركة الانتخابية المتصاعدة، من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة حركة اقتصادية مثمرة. تقرير باسل الخطيب. انتظام العمل الدستوري في جميع دول العالم له العديد من الآثار الإيجابية، ومن أبرزها الاستقرار الذي يترافق مع حركة اقتصادية مثمرة. والانتخابات تأتي في طليعة هذا الانتظام الذي من شأنه أن يضفي الثقة داخل البلد وخارجه. والثقة عندما تحل في الداخل تتمثل بالمجلس التشريعي ومهام النواب ومراقبتهم لعمل السلطات والمؤسسات وتفعيلها. وظيفة النائب هي مراقبة السلطات والمؤسسات وتفعيلها. فمن هون بيشعر المواطن أنه في ظل غياب أي عملية انتخابية، يعني معناتها في مشكل بالبلد، مما يحجم رأس المال. وبتعرف رأس المال هو دقيق جدا، يعني متأثر جدا بأمرين أساسيين، بالأمر السياسي وبالأمر الأمن. كذلك الأمر له آثار خارجية. بتعرف المؤسسات الدولية دائما بتراقب عمل المؤسسات، ولا سيما العمل الديمقراطي اللي هو متمثل بالانتخابات. إن عدم إجراء الانتخابات يعطي للخارج صورة وكأنها البلد في مشكلة، وبالتالي المؤسسات الدولية، ومثل ما بتعرف العديد من المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والدول، بتخفض مستوى لبنان الاقتصادي. وبالتالي ان عدم اجراء الانتخابات بيكون له اثار سلبيه داخليا وخارجيا، واجراءها بيعطي وبيجدد الروح بالبلد. وبحسب استاذ السياسات العامه في الجامعه اللبنانيه دكتور برهان الخطيب، فان العمليه الانتخابيه يرافقها ضخ كميات ضخمه من الاموال تنفق بصوره انفاق انتخابي وتحرك الدوره الاقتصاديه. كذلك الأمر على الصعيد الداخلي، بتعرف فيما يتعلق بالإنفاق الانتخابي هنالك إنفاق شرعي وإنفاق غير شرعي. صح. فإذا درسنا عملية الإنفاق أو الآلية للإنفاق، العديد من المؤسسات الاقتصادية بتستفيد خلال هالفترة هيدي، يعني حتى دور النشر، المطبوعات، الصور، الأشخاص اللي بيشتغلوا بالعملية، حجم العمالة اللي بيشتغلوا بالعملية، بحرك الدورة الاقتصادية طبعا كلها. يعني بيكون عندك كتلة مالية محجوزة بتلاقيها خلال فترة الانتخابات وزعت. انطلقت. وخاصة قانون الانتخابات العادي الحالي بالمادة 61 نص انه يحق شرعا لكل مرشح أن ينفق بحدود 150 مليون ليرة، يعني عم نحكي ب 150 مليون ليرة كتلة مالية رح تنضخ بالسوق، رح تحرك كل المؤسسات الاقتصادية، بتبلش من الساندويش للمطبوعات الأوراق. ممارسة الفعل الانتخابي في لبنان من شأنها أن تطرح أكثر من ملياري دولار أمريكي بفعل الإنفاق الانتخابي للمرشحين. رأى رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعم فرام أن الصوت التفضيلي هو الأساس في القانون الانتخابي الجديد، وتابع في حديث لبرنامج كلام بيروت أنه كمرشح على التواصل مع التيار الوطني الحر، إلى أنه لم يحسم أي خيار لتحالفه. هذا القانون الجديد، الصوت التفضيلي هو بيلعب الدور الأساسي. نحن اليوم بمراحل متقدمة بالحديث مع التيار، ولكن كمان بهاللحظة أنا فيني أكد لك أنه بعد ما في اتفاق في خيار القوات. بتعرفي تقدمنا بالحديث خيار القوات انتهى، بس مش على خلاف، انتبهي، مش على خلاف، انتهى أنه كل واحد يمشي بطريقه إلى حين إذا في داعي نرجع نجتمع نجتمع، بس أكيد تنجتمع تناخد قرار. هي ما بقى نجتمع صرنا نعرف كل واحد شو بده. بس نقعد سوا، نجي إذا قلنا إذا قعدنا سوا بنكون جايين لنتفق. عندي سبتين، أول وحدة مشروعي اسمه مشروع الانتخابي اسمه الإنسان أولا. إنسان أولا يعني حقوق مصالح الناس اليومية هي مشروعي، مطرح ما بروح في ثابتة هي هذا المشروع. يعني هذا المشروع لبنان، لبنان، لبنان الأفضل والإنسان أولا. فإذا من هيك يعني الناخب أو اللي بحبني واللي يصوت لي ما يعدل هم أنه أنا كيف بروح وكيف بجي. أنا رح ضلني ثابت على هالمواضيع. واحد، اثنين، الصوت التفضيلي بيروح للشخص المفضل.
غرد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا: متشوق للقاء المنتشرين اللبنانيين في إفريقيا ضمن مؤتمر الطاقات الاغترابية في أبيدجان، لنلتقي معا ونتشارك التطلعات ونؤسس ونتباحث لمرحلة قادمة مبنية على عدة محاور بين لبنان وإفريقيا. معكم من طائفتكم لبنان. لبنان يبقى أكبر من الأحزاب والطوائف، نحن وإياكم هدفنا جمع اللبنانيين في العالم. لمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاد الرائد وسام عيد، تم وضع أكاليل من الزهر باسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأكاليل أخرى على نصبه التذكاري المبني في مكان استشهاده في منطقة الشيفروليه. وقد زار المكان عائلات الشهداء الذين سقطوا في التفجير الإرهابي الذي طال عيد. كشفت صحيفة المستقبل تفاصيل استرداد شعبة المعلومات أحد المتورطين في تفجير صيدا الأخير بعد فراره إلى تركيا. بعدما توصلت شعبات المعلومات وبسرعة قياسية وبحرفية عالية إلى كشف خيوط محاولة اغتيال القيادي في حماس محمد حمدان في صيدا، تمكنت من استرداد المدعو محمد يوسف الحجار أحد الضالعين في العملية إثر فراره إلى تركيا. وفي معلومات خاصة لصحيفة المستقبل، فإنه عقب الاتصال الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع السلطات التركية لطلب استرداد الحجار، بادرت شعبات المعلومات إلى تزويد الجانب التركي بصورة للمتهم وبرقم الهاتف الخليوي الذي يستخدمه في تركيا، فسارعت السلطات التركية إلى الإعاز لأجهزتها الأمنية بتعقب الحجار وتحديد موقعه ليصار إلى توقيفه وإبلاغ الجانب اللبناني بالأمر. وعلى الأثر غادر ضباط من شعبة المعلومات إلى تركيا، حيث سرعان ما جرى تسليمهم المتهم تمهيدا لإحضاره مخفورا إلى بيروت. وأفادت مصادر أمنية للمستقبل أن الحجار وأثناء اقتياده من قبل ضباط الشعبة للعودة به إلى بيروت، انبطح أرضا داخل حرم مطار اسطنبول وانتابته حالة من الذعر وهو يردد: أنا مش لبناني أنا إسرائيلي، ظنا منه بأن هذا الادعاء قد يحميه أو يحول دون تسليمه إلى لبنان. لكن ما كان من ضابط شعبة المعلومات المسؤول عن استرداده إلا أن اقتاده عنوة إلى داخل الطائرة. وعن إفادته أمام المحققين أوضحت المصادر نفسها أن الحجار اعترف أنه يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، لافتة إلى أن المدعو محمد بيتي هو رأس المدبر لتنفيذ عملية تفجير صيدا بإعاز من مشاغليها الإسرائيليين. وسط تقديرات ومعطيات متوافرة تفيد بأن بيتي لا يزال متواريا في أمستردام. على خط آخر، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن شعبة المعلومات تمكنت في مسجد العنجر من توقيف أحد اللبنانيين المطلوبين بجرائم الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وبالتحقيق معه اعترف بتورطه بعملية تهريب أحد الإرهابيين من سوريا، والذي كان مكلفا من قبل داعش بالقيام بتفجيرات في مناطق لبنانية عدة. كما اعترف الموقوف بعملية تهريب 100 جهاز لاسلكي إلى مقاتلين في سوريا وعمليات تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان. وتتابعونا بعد الفاصل. القوات اليمنية تقترب من معقل الحوثي في صعدة. دعت تركيا الولايات المتحدة إلى الانسحاب الفوري من مدينة منبج سوريا، وكشفت أن واشنطن أكدت لأنقرة وقف تزويد القوات الكردية بالسلاح. دخلت العملية العسكرية غصن الزيتون على منطقة عفرين السورية أسبوعها الثاني، وتواصلت الأعمال القتالية بين الفصائل الكردية والجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي. الجيش التركي جدد قصفه المناطق الحدودية لليوم الثامن على التوالي في وقت خفت بشكل ملحوظ المواجهات العنيفة بعد تقدم الجيش الحر بمؤازرة الجيش التركي على محاور عدة وأسر العشرات من الأكراد. وسيطر الحر على قرية علي بيسكي التابعة لمنطقة راجو شمال غرب عفرين، إضافة إلى سيطر على نقطة 740 ومعسكر تدريب تابع للوحدات الكردية إثر انهيار دفاعات الأكراد على المحور نفسه.
أما المروحيات التركية فواصلت استهداف مواقع وحدات حماية الشعب الكردي في عفرين، وأعلنت رئاسة الأركان التركية مقتل نحو 400 عنصر من الأكراد وداعش منذ انطلاق عملية غصن الزيتون. سياسيا، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويج أوغلو الولايات المتحدة إلى الانسحاب فورا من مدينة منبج السورية، معتبرا أن بلاده تريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بوقف تزويد تنظيم الأكراد بالسلاح، وعلى واشنطن قطع علاقتها بالتنظيم الذي وصفه بالإرهابي. وأتى تصريح وزير الخارجية التركي بعدما أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن أن الولايات المتحدة أكدت لأنقرة وقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالسلاح. هذا وأعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة وزير الدفاع جواد أبو حطب أن الجيش السوري الحر مدعوما من الجيش التركي سيخوض معركة منبج بعد الانتهاء من معركة عفرين. رغم التهديدات الروسية، أعلنت هيئة التفاوض السورية المعارضة مقاطعتها لمؤتمر سوتشي المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من موسكو. تتوجه الأنظار إلى مؤتمر سوتشي الذي تدفع موسكو بقوة في اتجاهه بعد فشل مباحثات فيينا لحل النزاع السوري، وبعدما أفشل وفد النظام المؤتمر برفضه الدخول في مفاوضات مباشرة، أكد رئيس وفد المعارضة نصر الحريري عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي. وقرار عدم المشاركة هذا جاء بعد تصويت غالبية أعضاء هيئة التفاوض السورية. وقال الحريري إن الاجتماعات التي عقدت في فيينا كانت اختبارا لجدية النظام وروسيا للتوصل إلى حل سياسي. إذا كان مؤتمر سوتشي سيخرج بنتائج تخدم تحقيق القرار 2054 تؤدي إلى الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا، والله نحن نرحب بكل هذه النتائج. نحن إيجابيتنا ومشاركتنا في العملية السياسية تجعلنا نتواجد في كل مكان يؤدي إلى تخفيف معاناة أهلنا في دمشق، في الغوطة، في إدلب، في حمص، في كل المحافظات السورية. بدوره أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا أعرب عن أمله في أن يفضي مؤتمر سوتشي إلى نتائج إيجابية تدعم مؤتمر جنيف، وقال إنه رفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضمنه نتائج المباحثات التي أجراها على انفراد مع كل من ممثلي النظام السوري والمعارضة. وبشأن مشاركة الأمم المتحدة في مؤتمر سوتشي، قال ديمستورا إن الأمين العام هو وحده من سيقرر مشاركة المنظمة الدولية في المؤتمر من عدمها. وفي الجانب الروسي المعني بمؤتمر سوتشي، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم عقد المؤتمر حتى في حال غياب قوى الثورة والمعارضة السورية. وأضاف المصدر أن موسكو لم تستلم من اللجنة التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة بيانا بشأن عدم المشاركة في المؤتمر، علما أن الكرملين كان أكد أن سوتشي سيكون مهما لكنه لن يسفر عن حل سياسي حاسم للأزمة السورية. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا استمر اليوم، بعدما صرح متحدث باسم المعارضة ليلة الماضية بأن روسيا تعهدت في فيينا بوقف إطلاق النار. وقال المرصد أن 5 غارات جوية استهدفت الغوطة الشرقية، إضافة إلى قصف بالصواريخ والمدفعية. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن من مسؤوليات روسيا كبح استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وأضاف خلال زيارة إلى بولندا، الأسلحة الكيماوية في سوريا تستخدم في ضرب السكان المدنيين الفئة الأضعف، محملا روسيا مسؤولية التعامل مع هذا الأمر، إنها حليف لنظام الأسد لسوريا. وكانت روسيا نفت أن تكون قواتها أو قوات النظام السوري وراء هجوم كيماوي على الغوطة الشرقية في سوريا يوم 22 من كانون الثاني، وقالت أن الهجوم لم يتأكد بعد. رد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي على تصريحات بشار الجعفري، متهما النظام السوري بعدم الجدية في المفاوضات. وقال المعلمي أنه لا يستغرب هذا النمط من المماطلة من جانب النظام الذي يتجنب الحديث في القضايا الأساسية وقضايا الدستور وانتقال السلطة وشكل الحكومة الجديدة وشكل الدولة السورية الجديدة التي ينبغي أن تخرج من ركام وحطام البلد الممزق حاليا. فتحت القوات اليمنية الشرعية 3 محاور استراتيجية في صعدة، معقل الحوثيين وتعز الحديدة لتطهيرها من الجماعات الانقلابية.
أطلقت قوات الشرعية في اليمن عملية عسكرية واسعة لتحرير مركز مديرية اكتاف البقع في صعدة من سيطرة الميليشيات الحوثية، وخاضت قوات الجيش معارك ضارية مع الانقلابيين محققة تقدما نوعيا في خطتها القتالية بمؤازرة من قوات التحالف العربي. قائد اللواء 103 أكد أن الأيام المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت، كاشفا أن صفوف الميليشيات الانقلابية تشهد انهيارات متسارعة وفرار العشرات من عناصرها وسط تقدم القوات في جبهتي العطفين والمليل. وفي الحديدة أعلن الجيش اليمني اقترابه من السيطرة على مركز مديرية حيس، ذلك بعد تحريره عدة مناطق جديدة هناك بدعم من التحالف العربي واستكمال الحصار عليها من اتجاه الخوخة غربا وموزع جنوبا. وبالتزامن تواصلت العملية العسكرية في تعز لليوم الثالث، وتوالت الانتصارات الميدانية اللافتة بغطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف العربي بتحرير مناطق واسعة واستراتيجية في الجبهتين الشمالية والغربية للمدينة، وسط تفاؤل كبير بأن تطهير كامل المحافظة ورفع الحصار المفروض عليها من ميليشيات الحوثي منذ 3 أعوام بات قريبا. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري في أفغانستان. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. أحمد الحريري يجول في الإقليم، 7 أيار سيكون يوما مجيدا للاعتدال. معركة عفرين تدخل أسبوعها الثاني، وتركيا تطالب واشنطن بالانسحاب فورا من منبج. والمعارضة السورية لن نشارك في سوتشي ومستعدون لمواصلة الحوار مع موسكو. قتل 8 أشخاص بينهم ضابط استخبارات، وجرح العشرات بقصف أمريكي على ناحية البغدادي غرب العاصمة العراقية بغداد. وجاء القصف بعد دهم قوات أمريكية مجلسا لشيخ عشيرة في الحشد العشائري بهدف اعتقال مسلح. وبعد انسحاب القوة قصفت طائرات أمريكية 4 سيارات كانت متوقفة بمركز المدينة، كان بداخلها مدير الاستخبارات ومدير الشرطة ومدير الناحية لاعتقاد القوات الأمريكية أن السيارات جاءت لمساعدة الشخص المطلوب. لوح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني باستعادة محافظة كركوك إلى حكم إقليم كردستان، إلا أنه رفض في الوقت ذاته اللجوء إلى الخيار العسكري أو القوة لاستعادتها. وقال برزاني أن استيلاء القوات العراقية والحشد الشعبي على مدينة كركوك سيساعد تنظيم داعش على تجميع قواته والعودة إليها، ولفت إلى أن سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على المناطق المتنازع عليها جاء نتيجة لخيانة داخلية. وأكد البرزاني أنه غير نادم على إجرائه الاستفتاء للاستقلال عن العراق. قتل 63 شخصا وجرح أكثر من 180 بتفجير سيارة مفخخة في كابول. ووقع الانفجار في منطقة قريبة من الحي الذي يضم السفارات الأجنبية والمباني الحكومية في العاصمة الأفغانية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي جاء بعد تشديد التأهب الأمني إثر هجوم استهدف فندق الانتركونتيننتال قبل أسبوع. أدى الهطول المتواصل والغزير للأمطار في فرنسا خلال الأيام الأخيرة إلى ارتفاع كبير في منسوب نهر السان ليصل إلى مستوى غير مسبوق، وسط مخاوف من حدوث فيضانات كبيرة. كما بدأ ظهور تسرب المياه في الطوابق السفلية لمباني باريس، فيما حذر خبراء الأرصاد من بقاء مستوى منسوب المياه في النهر بمستوى مرتفع خلال الأسبوع المقبل، وخاصة إذا استمر هطول الأمطار في فرنسا على هذا النحو. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مجزرة بيئية في صور. غيب الموت الفنان نهاد طرباي أمس في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس إثر نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها. ومن المنتظر أن تصل جثته إلى لبنان في الساعات القليلة المقبلة، علما أنه كان غادر بالأمس عائدا إلى مقر إقامته في العاصمة الفرنسية.
عيد وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد. بصوته المثقف غزا نهاد طرادي قلوب اللبنانيين، هو الذي وحد في أغانيه الدول العربية بعد أن غنى بكل اللهجات. كان أحد أبرز من ساروا على خطى ونغمات الفنان الراحل فريد الأطرش إلى حد تطابق درجات الصوت وكذلك العزف على آلة العود. عندي مسؤولية كبيرة بعتبرها أني عم غني لعملاق من عمالقة الشرق العربي في الغناء والتلحين، الموسيقار الراحل فريد الأطرش. المطرب نهاد طرادي من مواليد 1950 صوفر، ترعرع في بيت فني وموسيقي وتعلم الكورال من الراحل الكبير زكي نصيف. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات. بدأ مسيرته الفنية في الأحياء الشعبية الجبلية قبل أن ينطلق في الإذاعة اللبنانية، فاز بالمرتبة الأولى في استوديو الفن عام 1973 عن أغنيته أنا فلاح، وبلغ قمة شهرته في الثمانينيات حتى نهاية حقبة التسعينيات. أنا فلاح وأبويا فلاح وأمي هي كمان فلاح. قرر طرادي الابتعاد عن الساحة الفنية وعاش في العاصمة الفرنسية، لكنه عاد إلى لبنان في العام 2015 يومها فاجأ جمهوره بتجديد أغنية يا أميرة يا بنت الأمراء، وهي الأغنية التي قدمها عام 1983 وكانت بوابة شهرته. يا أميرة يا بنت الأمراء. رحيل المطرب الكبير نهاد طرادي عن عمر 67 عاما خسارة فنية، هو الذي طالما حمل في حنجرته الذهبية قيمة للفن وحبا لوطنه لبنان. برياق أطلق المدعو عباس طالب النار على شقيقه علي فأصابه في رجله ونقل إلى مستشفى رياق حيث يخضع لعملية جراحية وتقوم القوى الأمنية بملاحقة الجني. في رأس مسقى الكورة أقام عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى علي طليس لقاء تكريميا على شرف المفتي السابق الشيخ أسامة الرفاعي، وذلك بحضور عدد من رجال الدين في عكار وفعاليات المنطقة. وقد شددت الكلمات على الوقوف صفا واحدا في مرحلة الاستحقاق المقبل وفاء للرئيس سعد الحريري ومواجهة لكل من يحاول السيطرة على قرار أهل عكار. لولا هذه الفرقة، لولا هذا الضعف، لولا هذا التمزق، لولا هذا الأمر الذي صنعناه بأيدينا، مزقنا وحدتنا وشرذمنا صفوفنا وفقدنا قبلتنا وطعنا بأعراض بعضنا وفعلنا ما لم يفعله الأعداء بنا. كما أننا نرى كثرة من الناس في الترشح، نعم حق الناس في ذلك، يمكن أن نقدم للأمة الأفضل. هددت مدرسة سيدة الويزي ذوق مصبح الأهل باتخاذ إجراءات قاسية بحق أولادهم إذا لم يدفعوا زيادة على الأقساط حددتها بمليون وستين ألف ليرة. تقرير غيدة جبيلي. كالصاعقة هبط كتاب إدارة مدرسة سيدة الويزي في زوق مصبح على الأهالي، زيادة في الأقساط بمبلغ مليون وستين ألف ليرة للتلميذ الواحد لتغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين. المدرسة حددت تاريخ التسديد قبل يوم الاثنين في 29 الجاري تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم. هذا الأسلوب تحفظت عليه لجنة الأهالي التي أكدت أنه تبع لنص الفقرة باء من المادة 10 من قانون الموازنات المدرسية لا يحق للمدرسة اتخاذ أي إجراء بحق أولياء التلاميذ بسبب أي نزاع قائم بين المدرسة والأهالي. طريقة التعاطي يعني كنا بنفضل تكون شوي أروى وتكون شوي فيها عطف وحنان مع الأهالي. شو بدها تكون الأساوي؟ التقارير القاسية شو بدها تكون يعني؟ إذا قصدهم أنه كارنيه وغيره حقهم، يمكن حقهم، بس أنه تكون أكثر من هيك
ما بعتقد هالشيء حيكون وارد، ولا بعتقد هني بوارد بهالموضوع، لانه هذا شيء كثير خطير حيكون. هني بيقولوا انه المشكله مش من عندهم، المشكله من سلسله الرتب، ونحن بنقول ما نقدر نتحمل السلسله، تعالوا نتساعد كلنا سوا، نطلع على القصر الجمهوري، نطلع على وزير التربيه، ليه عم يتفرجوا علينا؟ ليه تركينا وحدنا؟ بدي اسال ليه؟ هل في دوله او ما عندنا دوله؟ يرجع يعمل هالمجلس الوزراء اللي موعودين فيه ويطلعوا بقرارات صارمه ترضي الكل، ونحن بنلتزم فيها اكيد، بس شرط تكون عادله وتتفهم وضع الاهل قبل كل الناس. هي معركه الاقساط التي تزداد حماوتها يوما بعد يوم بين حقوق المعلمين وجيبه الاهل واقساط المدارس، والدعوه لجلسه استثنائيه لمجلس الوزراء يبقى الخوف على التلميذ وعلى استقرار العام الدراسي. في بلدة الصوان سور أقدم مجهول على اقتلاع قرابة 10 شجرات من الثرو المعمر الذي يتجاوز عمرها 70 عاما، ما أثار استياء أبناء البلدة، لا سيما وأن عملية الاقتلاع ساهمت في انجراف التربة، وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بهذه المجزرة البيئية. نظم المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية وضمن برنامج أفكار 3 الممول من الاتحاد الأوروبي ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية معرضا تحت عنوان تسلم دايتك، وذلك في بيت الفن في ميناء طرابلس. وافتتح المعرض بالإعلان عن الفرق الرابحة ضمن مشروع دعم المؤسسات الصغيرة التي شاركت في نشاط دعم المجموعات الشبابية والنسائية، كما تم توزيع مبالغ من المال على الرابحين بحضور ممثلين عن الجهات الداعمة والبلديات والجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مختلف مناطق الشمال. بعد الفاصل في الرياضة، فوزنياكي تحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتتصدر التصنيف العالمي. هلأ الصفحة الرياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. توج فريق النجم الرادسي التونسي بلقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها 29 بفوز امبارح بالمباراة النهائية على الهومنت من اللبناني بنتيجة 75-73. الفريق التونسي تقدم مع نهاية الربع الأول بنتيجة 15-14 لينتهي بعد الربع الثاني بنتيجة 18-18. وحملت انطلاقة الشوط الثاني صحوة لبنانية بعد ما نجح لاعبي الهومنتمن بفرض التعادل مع نهاية الربع الثالث بنتيجة 54-54 قبل ما يشهد الربع الأخير عودة الرادسي واستعادة السيطرة ليحسم اللقاء لصالحه بفارق نقطتين فقط ويتوج باللقب ويحرم بالتالي الهومنتمن من تحقيق لقبه الأول بالبطولة. وايضا ضمن منافسات المركز الثالث والرابع يلي كانت عم تلعب امبارح المباراه، قد تمكن فريق سلا المغربي من حصد المركز الثالث للبطوله بعد تغلبه على الحكم اللبناني بنتيجه 92-89. الى اخبار كره القدم، حيث بلغ مانشستر يونايتد الدور ثمن النهائي من كاس انجلترا للفوتبول بفوزه بالدور الرابع على مضيفه يوفيل تاون من الدرجه الرابعه بنتيجه 4-0 بمشاركة جيدة لمهاجمه الجديد التشيلي أليكسيس سانشيز. قرر الاتحاد الإسباني للفوتبول إيقاف المدرب الأرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني لثلاث مباريات مقبلة، وذلك بعد ما تم طرده بمباراة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيليا. ورح يتم إيقاف سيميوني عن المباريات المقبلة بسبب سلوكه أثناء مغادرة الملعب بعد طرده طبقا للمادة 117 من اللائحة. وكان سيميوني قد تعرض للطرد بالدقيقة 81 من المباراة يلي خسرها بنتيجة 1-3 أثر احتجاجه على قرارات التحكيم. ألمح مدرب نادي برشلونة إرنستو فالفيردي إلى صعوبة المواجهة يلي رح تجمع الفريق الكتالوني أمام فالنسيا بدور نصف نهائي المسابقة، مسابقة كأس ملك إسبانيا. وبحديث له قال فالفيردي: مواجهة صعبة في طريقنا نحو المباراة النهائية، لأن فالنسيا أثبت أنه منافس قوي للغاية. وأضاف: الموسم الذي يقدمه فالنسيا يجعله خصما أكثر تعقيدا، فهو أصعب من الفريقين الآخرين بهذه المرحلة. أشاد النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة ليونيل ميسي بالأداء يلي عم بيقدمه فريقه تحت قيادة المدرب فالفيردي خلال الموسم الحالي،
بس قال فالفيردي كان واضحا للغاية من البداية بخصوص ما يرغب في تقديمه مع الفريق، ونحن تكيفنا بسرعة مع ما كان يطلبه والذي لم يكن مختلفا كثيرا عما اعتدنا القيام به. لقد أصبحنا أقوياء على المستوى الدفاعي، ولدينا في الخط الأمامي لاعبون أصحاب مهارات يستطيعون حسم الأمور. وعن رغبته بالفوز بالكرة الذهبية من جديد أنهى قائلا: ليس من ضمن أهدافي الفوز بالألقاب الفردية، الأهداف هي تلك التي تخص كل الفريق، هي هدفي ونحن نسير في طريق جيد. شدد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على أنه النادي الملكي رح يقوم بكل ما يستطيع من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا للسنة الثالثة على التوالي على الرغم من أزمة نتائجه المتواضعة. وبمؤتمر صحافي اعتبر زيدان أنه هو قوي بما يكفي لتصحيح الوضع الحالي للريال، وأشار إلى إيمانه بتحقيق قفزة جديدة، كما شدد على أنه بيشعر بدعم كامل وصريح من جانب النادي يلي مدد عقده معه مؤخرا حتى عام 2020 ورفض أن يرى الأمور بصورة سلبية. بدي أذكر أنه ريال حقق نتائج سلبية محليا هالموسم إذ خرج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، كما بيحتل المركز الرابع بترتيب الدوري الإسباني بفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، وما بقي أمامه لإنقاذ موسمه إلا التشامبيونز ليج. أعرب اللاعب البرتغالي في صفوف نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو عن سعادته لوجوده داخل الفريق الملكي، مشيرا إلى أنه يريد الاستمرار مع الفريق ليكون بذلك ضرب كافة الأمور يلي تحدثت عن وجود خلافات بينه وبين إدارة الفريق قد تدفعه للرحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو. وبمقابلة نقلتها صحيفة ماركا قال رونالدو: سعيد لأنني أعيش في مدريد منذ عام 2009، أحب الناس والطقس، إنها قريبة من البرتغال، إسبانيا بلد عظيم وبالطبع أريد البقاء هنا، أنا أحب هذا النادي. وعن كأس العالم هذا العام قال: حلمي هو الفوز ببعض الألقاب الهامة مع المنتخب البرتغالي، وأريد أن أحقق الفوز في كأس العالم في روسيا. وعن العمر يلي يريد أن يضع حد لمسيرته الكروية ختم بالقول: أريد الاعتزال بعمر 41. بدوره أكد مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي أنه بيتفهم إمكانية إقالته من تدريب الفريق اللندني، كما حدث تماما مع من سبقوه في العمل بهالمنصب عبر السنوات الأخيرة. ونقلت صحيفة دسان عن المدرب الإيطالي قوله: إذا نظرت إلى الإحصائيات تجد أن النادي أقال 10 مدربين خلال السنوات 14 الأخيرة. لقد ألقيت نظرة على تاريخ النادي وأدركت أن المدربين السابقين تعرضوا للموقف نفسه، ولا أرى اختلافات بيني وبينهم. وتابع كونتي: واصل العمل بجد في هذا النادي ومع اللاعبين والجمهور، وأنا واثق من عملي حيث أقوم بكل ما بوسعي لتطوير الفريق. الأخبار التنس، حيث توجت الدنماركية كارولين فوزنياكي للمرة الأولى بمسيرتها الاحترافية بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وذلك بعد فوزها بالمباراة النهائية إذن على الرومانية سيمونا هيليب بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 7-6 3-6 و6-4. ومع هالنتيجة أصبحت فوزنياكي المصنفة رقم واحد عالميا، في حين رح تهبط هيليب إلى المركز الثاني عالميا، ورح تكون خسرت ثالث نهائي جراند سلام بمسيرته. أيضا بأخبار التنس، حيث أهل السويسري روجر فيدرير إلى المباراة النهائية من بطولة أستراليا المفتوحة بعد انسحاب منافسه الكوري الجنوبي هيون تشونغ بسبب الإصابة. وحسم فيدرير الساعي إلى لقبه العشرين ببطولات الجراند سلام المجموعة الأولى بنتيجة 6-1، وتقدم المجموعة الثانية 5-2 قبل انسحاب اللاعب الكوري الجنوبي لمعاناته من إصابة بالقدم. ورح يلتقي فيدرير بكرة بالنهائي مع الكرواتي مارين سيليتش. ختام نشرتنا الرياضية، أخبار جديدة بتتابعوها بنشرة 7:30. إلى اللقاء. وفي الختام يبقى تذكير بالعناوين. 7 أيار بإذن الله حيكون يوم مجيد لتكريس الاعتدال بالبلد. أحمد الحريري من إقليم الخروب: تيار المستقبل سيخوض الانتخابات وعينه على الاستقرار. معركة عفرين تدخل أسبوعها الثاني، وتركيا تطالب واشنطن بالانسحاب فورا من منبج. نحن إيجابيتنا ومشاركتنا في العملية السياسية تجعلنا نتواجد في كل مكان.
المعارضة السورية لن نشارك في سوتشي ومستعدون لمواصلة الحوار مع موسكو. وفي الرياضة الهومنت من اللبناني يفشل في إحراز لقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.